سطوة، وهو البرنامج المختص بالشأن الرياضي المحلي. طبعا في التسعين يأتيكم في يومي الأحد والخميس، وهو برنامج مليء بالفقرات. طبعا في التسعين لهذا اليوم العديد من الضيوف، بداية بمحلل الدبليو تي في الكابتن عادل الخمسي. كابتن عادل، أهلا وسهلا بك. أهلا بك عبدو. ايضا اسامه الفزاني محلل قناه الدبليو تي في، اهلا وسهلا بك. امسيه طيبه لك عبدو الجميع الساده المشاهدين. ايضا لاعبنا الدولي ولاعب المنتخب الوطني زكريا الهريش يحل ضيفا على قناه دبليو تي في. زكريا اهلا وسهلا بك. مرحبتين بك اخوي عبدو، مرحبا بالضيوف الكرام والساده المشاهدين. برنامج في التسعين اليوم مليء بالعديد من الفقرات، بدايه ب أبرز عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا آخر أخبار المحترفين في كل الرياضات. أيضا في التسعين اليوم أبرز الملفات وملف المنتخب الوطني، أراء الشارع الرياضي، وطبعا أخيرا صفحة دبليو تي في تخصص لكم سؤالا في فقرة شير والسوشيال ميديا. طبعا بداية حنتكلموا في لليوم على الصحافة، صحافتنا لليوم مليئة بالعناوين المهمة. خلي نمشوا للصحافة في هذا التقرير ومن ثم نعود. نبدأ جولة الصحافة من الصباح التي عنونت تخبط وعشوائية وعمل فردي وعام جديد واتحاد الكرة يغط في سبات عميق، في إشارة إلى عمل اتحاد الكرة الذي يشهد حالة من الركود. وعبر موقع ريميسا قال المحترف الليبي أحمد شلبي المدافع السابق للاتحاد السكندري أنه تعرض للظلم والإهانة خلال الفترة التي وجد بها داخل جدران الفريق المصري، مشيرا إلى أن المدير الفني طلعت يوسف كان يتعامل معه بطريقة سيئة. وفي صحيفة الأسبوع الليبي الأمين المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم يوضح حقيقة انسحاب تونس وموقف تأهل ليبيا إلى الشان، حيث أكد عدم وصول أي خطاب من الكاف. وأخيرا نشرت صحيفة الوسط خطة البنزرتي لفرسان المتوسط لسنة 2020، في إشارة إلى اتفاقه الأخير مع اتحاد الكرة على إقامة معسكر خارجي ومباريات ودية استعدادا للاستحقاقات القادمة. كانت هذه أبرز عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي لهذه الحلقة من برنامج في التسعين، والذي يرصدها الزملاء من أبرز منصات المواقع الاجتماعية والصحف. كابتن عادل، خلينا نتكلم على أحد الأخبار في صحيفة الوسط، تكلم على اجتماع فوزي البنزرتي مع اتحاد الكرة والخطة اللي مفروض يطلبها فوزي البنزرتي للمنتخب الوطني قبل ما نمشي لفقرة محترفين. نتناول اي خبر ولا خبر بهذا بالذات؟ كيف ما تبي انت، في حاجه شداتك انت تتكلم عليها. في حاجه اكيد ضروري نعرج عليها. خلينا نبدا بموضوع فوزي البنزرتي قبل الاجتماع مع اتحاد الكره. اكيد نتكلم على فوزي البنزرتي. بالتاكيد فوزي البنزرتي المفروض انه هو يقوم ببعض التجمعات، لان نعرف ان الدوري الليبي متوقف واغلب اللاعبين يركنون للراحه، ما عدا بعض اللاعبين المحترفين اللي نشوفهم ينشطوا في البطوله التونسيه او البطوله المصريه. بقيه اللاعبين كلهم نعرف عبدو ان هم ما همش يمارسوا في لعبتهم المفضله هي كره القدم. زيد على هذا عبد انه حيواجه صعوبات فوز البنزرتي حتى في الاختيارات الان. الناس انا اراها ان هي تتكلم على الاختيارات، لان فوز البنزرتي مش اختياراته، فوز البنزرتي ما فيش دوري انه هو اختار مباشره. فوز البنزرتي المعاونين ممكن هم من اختاروا له وجابوا له المجموعه. طيب. وعلى اساس انه هو بيعسكر بها وهو بيحط التشكيل من خلال العنوان الاخر اللي شدك احمد شلبي. بالتاكيد عبد باختصار احمد شلبي يتعرض لظلم. طبعا احمد شلبي نعرف انه كان معي اللاعب هذا في المنتخب، لاعب حقيقه منضبط، لاعب خلوق عبده. وطلعت يوسف سمعنا عليه حتى من خلال بعض البرامج وبعض اللاعبين المصريين اللي اشتكوا من المعامله نتاعه. وخلينا نقول لك معلومه، طلعت يوسف عبده انه هو راهو يتعامل مع الرياضيين مش سواسيه، يدير في نقولوا احنا يدير في حساب للنجوم، ما يحتكش بالنجوم، فيحاول انه دائما يساير النجوم، ولكن الرياضيين اللي ما همش معروفين بشكل نقولوا بشكل جيد يحاول انه هو يهمشهم، يحاول يظلمهم. وما تكلم احمد شلبي وصرح بالكلام هذا الا انه هو نتيجه الظلم. وصلت لحد واحنا حقيقه نساندوا احمد شلبي
الشلبي ونقول له ان شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك القادمه. اكيد نتمنى التوفيق للعبنا الدولي احمد شلبي. واكيد على ذكر احمد شلبي خلينا ننتقل لفقره المحترفين. أنيس سلتو ينتقل لنادي الاتحاد السكندري بعد تجربة مع نادي النجم الساحلي، حيث جاء توقيع النادي المصري معه بتوصيات من قبل مدرب الفريق المصري طلعت يوسف. أيضا نادي الترجي الرياضي التونسي يحصن لاعبنا الدولي حمدو الهوني بإضافة قيمة الشرط الجزائي في عقده لتصل ل 2 مليون يورو. يشار إلى أن حمدو تحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري التونسي لشهر ديسمبر من العام الماضي. طبعا الدولي زكريا الهريش يفاضل بين مجموعة من العروض في دول شمال إفريقيا بعد فسخ عقده مع اتحاد طنجة، وينتظر رد إدارة الأهلي طرابلس. بداية آخر الفقرة تكلمنا عليها أو خبر زكريا الهريش، معنا زكريا الهريش اليوم في الاستوديو وحنحاول ناخذ منه أكثر معلومات ممكن على الدولي زكريا الهريش. زكريا، بداية تقييمك لتجربة اتحاد طنجة ووجودك خارج الدوري الليبي لأكثر من موسم ونص أو موسمين. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. والله كانت تجربة ممتازة، يعني كانت تجربة كويسة واستفدت منها. يعني تعرف أن يعني الدوري المغربي دوري قوي، يعني كانت مباريات قوية ولعبت، يعني حصلت رتم معهم من ناحية البدنية يعني، واستفدت في خاصة في البداية. في البداية كنت يعني مع المدرب الأول والمدرب الثاني، كنت ديما نلعب يعني، وحصلت أجواء كويسة واستفدت لعب. إعارة زكريا الهريش كانت لمدة موسم تام. زكريا بعد نصف المشوار يفسخ عقده بالتراضي، نقوله السبب اللي خلى زكريا الهريش يقطع الطريق ويعود الآن بمجموعة من العروض، خلينا نتكلم على الأسباب. والله الأسباب يعني عدم الاستقرار في النادي، يعني في البداية كانت الأمور كويسة مع المدرب وكنت نلعب، كنت نحصل في أكثر وقت، فبعدين يعني ممكن بعد أربع مباريات تغير المدرب وقعد المساعد، حتى هو قعدت نلعب نفس الشيء، بعدين غيروا المدرب وجابوا مدرب آخر، يعني ما فيش استقرار في الفريق. في ثلاثة شهور مرات يعني ممكن في ظرف أربعة في ظرف أربعة شهور ثلاث مدربين. طيب زكريا المرحلة القادمة، زكريا نقوله عنده مجموعة من العروض وموجود يدرس فيها لوحده. والله إن شاء الله يعني عندي عروض إن شاء الله في المدة القادمة، يعني نكون مع نادي، بس الآن يعني زي أكيد يعني ما نقدرش الحق، يعني لأن مازال ما في شيء اكيد اكيد. وزي ما تعرف انه يربطني عقد مع النادي الاهلي طرابلس لمده سنتين مازال، فانا كنت متواصل مع النادي الاهلي ولكن هم ما في استجابه منهم، يعني ما فهمتش ليش، يعني نتكلم معهم يعني ديما بس هم ما يستجيبوش وما يردوش، ممكن يعني ما يتواصلوش. الاهلي بينك وبينهم عقد كده، في حاجات تطلبها منتم؟ نعرفوا ان احنا اليوم الدوري الليبي واقف في ليبيا، زكريا الهريش شو الموقف الان؟ لاعب دولي وكذا ما يصيرش انه يقعد واقف، يعني صح زي ما تعرف يعني الدوري الليبي ان شن كان راي اداره الاهلي لما نقول اداره الاهلي؟ يعني ما فيش تواصل، يعني كل اللي نكلمه يعني يقول لي ما نقدروش نعطوك ساسي وما ساسي مسافر، يعني كلام غريب يعني نحس فيه، يعني من ادارته زي اداره نادي الاهلي طرابلس يعني يكون. العروض اللي عندك هل هي للاعاره او لفسخ العقد او كيف؟ والله يعني في عروض اعاره وفي عروض قدموا بها للاهلي. ايه ولكن الاهلي ما تواصلتش معهم الحقيقه. طيب موضوع زكريا الهريش والاولويات اللي يفضلها، هل هذا الموضوع مرهون بالاهلي ان ناديك هو اللي عنده بطاقتك وكذا، ام ان انت عندك اولويات اخرى قبل ما حتى النادي يتفق مع فريقك الاهلي؟ والله أكيد أنا عندي أولويات، اللي هي يعني لو نمشي النادي الأولويات هي اللعب، أول حاجة نفكر فيها أني نلعب ونكتسب الخبرة ونكتسب الرتم، يعني ضروري أني نكون نلعب وراي، يعني زي ما تعرف إن شاء الله يعني نكون جاهز للمنتخب ونكون يعني نلعب أكثر، يعني ضروري أنك تكون جاهز في أي وقت. لو طلب منك الأهلي العودة في فترة أكيد، يعني الأهلي هذا الأهلي هو اللي طلعني، هو اللي كل شيء، فهمتني؟ يعني نولي في أي وقت، لكن الآن يعني ما فيش دوري، فهمتني؟
ما تقدرش يعني تبقى وتوقف يعني ست شهور وشيء كما يعني ضعت تعتبر. طيب أكيد زكريا حيستمر معنا طيلة حلقتنا اليوم وعندنا العديد من الفات، لكن خدنا منا مجموعة من المعلومات على زكريا في فقرة محترفين، واليوم نسمع رأي أسامة. أسامة، موضوع المحترفين نعرف وسمعنا أن اللاعبين انتقلوا، كابتن عادل تكلم على موضوع أحمد شلبي، اليوم محترفين في ظل عدم وجود الدوري مبعثرين خلينا نقوله، وخاصة اللاعبين اللي بطاقاتهم وزالت موجودة في ليبيا. أول شيء عبدو بنقول لك إحنا في مرة في حلقات سابقة تكلمنا عن المحترفين وقلنا هو شبه احتراف، يعني في لاعبين بصراحة في الدوري التونسي أو في الدوريات يعني مش محترفين بالشكل الجيد زي ما تقول أو بالشكل الكامل زي سند الوفلي أو زي حمدو المصري أو زي زكريا لما كان في المغرب، يعني في لاعبين ما كانوش أو مويد اللافي، يعني في لاعبين بصراحة اختاروا احنا نقول الأندية الخطأ. أنت كمحترف، المحترف أول شيء يقدم الإضافة، عبده المحترف أول شيء يكون عنصر فعال داخل فريق، المحترف هو اللي يعول عليه الفريق من بعد طبعا اللاعبين المحليين الموجودين في الفريق أو في النادي. دعني من مصطلح محترف، هم لاعبين ملقوش وين يلعبوا في ليبيا. لا مش ملقوش وين يلعبوا، احنا أوكي يعني احنا قعدنا نقولوا في كلمة عبده أن هم محترفين خارج ليبيا ينطبق عليه اسم الاحتراف، لكن في لاعبين حتى في لاعبين استخسروا من انفسهم يعني ما احترفوش بالشكل الكامل عبده، خذوا نصف الاحتراف. مفروض اللاعبين يختاروا الاحتراف الصح، الاحتراف اللي بمعنى الاحتراف. احنا ماذا بينا في ليبيا شو بنديروا؟ بنشوفوا لاعب ليبيا مثلا متطور في اوروبا او زي ما نشوف احنا قلنا المثال حمدو المصري اصبح عالمي زي سند الورفلي، يعني نبوا لاعبين تكون بالشكل هذا. ما تختارش النادي اللي تكون فيه انت كشبه محترف زي احمد شلبي او زي عده لاعبين، لا انا نختار اللاعب. وانت لاحظ اللاعبين اللي قعدوا في شبه احتراف اغلبيتهم عبده صار لهم فسخ عقد، يعني طيب. ليش؟ لان الانديه اللي اختارتهم او هم اللي اختاروا الانديه اللي ما تطورش من مستواهم وتخليهم محترفين طيب. بالشكل الصحيح. اسامه اكيد ملف المحترفين ملف كبير واكيد حنناقشوه في كل حلقات في التسعين وحنتابعوا أهم أخبار محترفينا في كل الرياضات، لكن ملف حلقتنا لليوم وملف التسعين هو ملف مهم وملف موضوعي في هذه الفترة، خاصة الاتحاد الليبي لكرة القدم، للرياضيين، للجهاز الفني، للمنتخب الليبي. ملفنا لليوم هو المنتخب الوطني واستعداده للاستحقاقات القادمة. خلينا نمشوا نشوفوا تقرير حلقتنا لليوم أو قضيتنا ومن ثم نعود. جدل واسع صاحب برنامج تحضيرات منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي باشر استعداداته على مجموعتين في طرابلس وبنغازي بوجوه جديدة ضمتها القائمة وبإشراف مساعدي البنزرتي الذي يراقب عن بعد سير تدريبات الفرسان. استحقاقات منتظرة منها تصفيات المونديال والكان، إضافة لمشاركة مجهولة المصير في نهائيات الشان، يصاحبها ضبابية في المستقبل وغموض في طموحات اتحاد الكرة الذي اجتمع في وقت سابق مع الطاقم الفني ولم تتجاوز نتائج اجتماعه جدران القاعة، لتبقى فزعة آخر لحظة هي عنوان منتخبنا في كل المشاركات. منتخبنا الوطني مازال أهم برامجه وأكثر خططه هي برنامج الفزعة أو برنامج معسكر آخر لحظة. خلي بداية اليوم نسأل الكابتن عادل سؤال مهم. كابتن عادل، اليوم منتخبنا الوطني يتجمع في مجموعتين بين طرابلس وبنغازي، فوائد هذا التجمع اللي نقوله للاعبين الغير محترفين عليه جزئين في ظل عدم وجود لا معسكر ولا مباريات ودية؟ عبدو، قبل كل شيء السؤال اللي يطرح نفسه هو من اختار اللاعبين وطريقة الاختيار. طريقة الاختيار أكيد، لأن المدرب هو من أنا المدرب نجيب للاعبين نقول له هذا اللي عندي،
لكن هل يتماشوا مع امكانياته ومع قدراته ويطبقوه للفكر نتاع المدرب يترجموه داخل ارضيه الملعب؟ هنا المهمه عبدو ان احنا نفوز بنزرتي لو هو اختار المجموعه واختار هو الرياضيين من عده. وانا تكلمت في سبق عبدو قلت المفروض كانوا في اربع او خمس تجمعات المده الماضيه على الاقل. فوز بنزرتي الان نراه طلع بنتيجه او طلع نقول احنا بافضل اللاعبين يستعد الان. المفروض التجمع القادم ان هو يبدا في المباراه الوديه. نعرف ان شهر مارس على ابواب عبدو، ما زال امامنا شهر فبراير فقط وشهر مارس حتبدا تنطلق مشاركة المنتخب الليبي. فأنا تمنيت كانت الاختيارات لفوز بنزرتي المدة الماضية بحيث كان مستعد الآن على العموم. ولكن شفت أن مجموعة في بنغازي ومجموعة في طرابلس، سمعت أن المساعدين هم من أشرفوا على الرياضيين عبدو. أنت المساعد مش نفس المدرب، المساعد مقتنع بلاعب، المدرب يقتنعش به والعكس. فهمت عبدو؟ في الفوائد هل هي فوائد بدنية تجميع اللاعبين الان قبل فتره؟ ما فيش بدنيه هو الان. هل معلش سامحني، هل هو بيدير المعداد بدني؟ ما مش مختارهم، مش وصل هم لاعبين ما يشاركوش في الدوري، عادوا لاعبين محليين. ما نقطه نتكلم عليها احنا تجمعاتنا عبدو ورا المنتخبات الاخرى لما تتجمع تبدا مباشره تدخل في العامل التكتيكي والعامل العامل المهاري والمباريات ووضع التشكيل الاساسي، وكذلك حتى الاختيارات اللي نقولوا احنا دكه الاحتياط تكون مدروسه للمدرب وموضوعها. لكن الان عبدو هل نحن الان في كل تجمعاتنا اعداد بدني ومعاه استعداد من ناحية الفنية ومن ناحية تركيب التشكيل؟ فالمدرب يحاول كل يديره في خلال 20 يوم في تجمع، وهذا صعب. وهذا تشوفه عبدو أمامك النتائج السلبية. أنا نتمنى الآن نقول لي أسهل مجموعة عبدو للأمانة في مجموعتنا الآن أول مرة تصير في كأس أفريقيا، إن مجموعتنا تعتبر هي الأسهل. قبل ديما معنا نيجيريا، معنا جنوب أفريقيا، معنا غانا، الكاميرون، مصر. أنت تدعي على الحدود موجودة كابتن عادل. حدود موجودة، ولكن عبدو بالاستعداد وبالاختيار المناسب للتشكيل والمباراة الودية، وبشرط يكون تحت اختيار المدرب، مش أنا عبد المدرب نختار لو نقول لهذا الموجود. طيب كابتن عادل، خلي نستقبله معنا من طرابلس المدرب المساعد للكابتن فوزي البنزرتي، المدرب المساعد للمنتخب الوطني الكابتن أكرم الهمالي عبر الأقمار الصناعية. كابتن أكرم أهلا وسهلا بك في برنامج في التسعين. كابتن أكرم تسمع فينا؟ طيب حنرجع للكابتن أكرم الهمالي عبر الأقمار الصناعية بعد لحظات لأن يجهزوه الشباب. خلي نسأل الكابتن أسامة. كابتن اليوم لو تكلمنا على إخراج المنتخب الوطني من هذا الظرف، احنا اليوم اللاعبين ما فيش دوري، اللاعبين المحترفين تجميعهم أصبح تجميع كأنه تجهز في نادي من جديد، التعامل مع هذه الظروف وبعاد المنتخب ولاعبينه على المشاكل اللي موجودة في رياضتنا. شوف يعني عبدو، أول شيء أنت تقول يعني حتى للطاقم الفني والإداري يعني في موقف لا يحسد عليه، لكن ضروري عبدو من إقامة معسكرات تليق أول شيء باش ترفع مستوى اللياقة البدنية، مع أنك أنت ما دام ما عندكش المحك الحقيقي عبدو، ما احتكتش، ما عندكش دوري، صعب جدا. لكن المفروض احنا اليوم عندنا ظرف ضروري نتعامل معاه بشكل كويس. أول شيء ندير مباريات على مستوى عالي تكون ودية، لكن مع فرق قوية حقيقية باش يعتبر مثل المحك الحقيقي اللي هو الدوري. لما نتعامل أو نلعب مباريات كويسة باش نوقف على المستوى الفني والتكتيكي لكل لاعب، باش ما يخونيش اي لاعب، باش ما تخونيش اللياقه. ما نديرش عبدو متجمعات ومعسكرات ومباريات مع فرق قل يعني اقل مستوى وغير، نربحوا نتيجه ونقيموا في رواحنا، وزي ما قلت انت نستنوا في الفزعه ب 20 30 يوم باش اقل شيء نخشوا لمشاركه اولى. هذه نقطه. النقطه الثانيه عبدو زي ما قلت لك ضروري 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 تكون في خطه مستقبليه للاتحاد الليبي. ضروري الاتحاد الليبي هو قرا هلبا ظروف وعاش هلبا ظروف ممكن من 10 سنين، المفروض تكون عنده خطه، تكون عنده وضعيه، تكون عنده برنامج واضح انه هو مستعد لمثل هذه الظروف. اقل شيء عبده احنا تكلمنا ممكن في اكثر من مره انه حتى يتعاون مع بعض الدول العربيه المجاوره لينا، انه هو اقل شيء يا سيدي يلعب اللاعبين الليبيين اللي ما عندناش دوري، لو في توقف دوري او في كذا او في اي مشكله طارئه صارت زي اللي عندنا توا، يستعين يعني مع الاتحادات ويدير اتفاقيات يا سيدي حتى يخلصهم، يدير لهم معاشات بس للاتحاد الليبي باش يستفيد اللاعب الليبي، لان انت تعرف الظرف اللي تعيش فيه ليبيا ظرف صعب جدا جدا. واتحاد الكوره ضروري يكون عنده ناس تعرف تخطط لمستقبل الكوره الليبيه، لان بصراحه الكره الليبيه راهو على المحك، ولت احنا نقول قريب 20 سنه التاليه ورجعنا لنفق مظلم عبده لا يحمد عقبه. فلهذا نتمنى
من اتحاد الكره، لان هو المشرف او احنا نقولوا القاعده الاساسيه للمنتخب الليبي ولجميع المنتخبات الليبيه وللكره الليبيه، انه هو يدير خطه انقاذ للكره الليبيه بشكل صحيح. حنسالك اسامه بعدين على الخطه اللي ممكن يتبعها، او شنو الاسلوب الطويل المدى اللي ممكن يتبعها تتبع اداره الاتحاد الليبي لكره القدم. لكن بنسال زكريا، زكريا الظروف هذه، عدم وجود دوري بالنسبه للاعبين، لاعبين يلقوا فروحهم في المنتخب على طول مقارنة ببعض اللاعبين المحترفين، هل اللاعب يقدر يؤدي أداء يليق بمنتخب وطني في ظل عدم وجود مسابقة في ليبيا؟ والله في ممكن لاعبين تلقاه يعني ديما مجهز روحه، لكن مستحيل يكون يعني زي ما هو يلعب وعنده رتم يعني في يعني رتم مباريات كدوري يعني، فهمت؟ التنافسية يعني التنافسية التنافسية ضرورية، هذه راهو رتم التدريب مش نفس الرتم المباريات يعني يعني فرق كبير، فهمتني؟ فضروري يعني ان شاء الله يعني نشوفوا يعني عدد اكبر من المحترفين، وان شاء الله يعني اللاعبين الليبيين يعني كلهم يطلعوا الحق يعني في الحال الظروف هذه ضروري يعني ما فيش دوري يبدو يطلعوا يعني خارج البلاد. اكيد. خلينا اوكي، قالوا لي الكابتن أكرم الهمالي جهز عبر الأقبار الاصطناعية من طرابلس. كابتن أكرم أهلا وسهلا بك في برنامج التسعين. ألو كابتن أكرم، تسمع فينا؟ مساء الخير، أهلا وسهلا بك في برنامج في التسعين. مساء الخير لك أخوي عبد الرزاق وإلى ضيوفك الكرام اللاعب زكريا الأريش والكابتن أسامة الفزاني والكابتن عادل الخمسي. مساء الخير للجميع السادة المشاهدين. شكرا كابتن أكرم. بداية خلينا نسألوك على طريقة اختيار اللاعبين أو تجميع اللاعبين اللي تمت من قبل الجهاز المساعد لفوزي البنزرتي بين تجمعي طرابلس وبنغازي. طبعا حسب التقرير معناه الكابتن فوزي البنزرتي بخصوص خاصة في المعسكر الماضي اللي هي في الفترة السابقة كان معناه وقت قصير للاستاذ فوزي، حاول انه هو معناه حتى شاف المجموعه اللي هي اللي لعبت مباراه تونس ومباراه تنزانيا على ضوء المبارتين هذم، حاول انه هو شاف انه في بعض التغييرات انه يبي يشوفها، قال لي بنشوف معناه بعض اللاعبين المحليين اللي هم ينشطوا معناه في ليبيا، خاصه انه هو الدوري متوقف في معناه المراكز اللي طلبها خاصه اللي هي في حراسه المرمى في خط الخلفي، والتوجيهات نتاع انه هي تكون في لاعبين حتى هم من الشباب منتخب الاولمبي، حاولنا ان احنا معنا نركز على التوجيهات هذه ان الحراس ان هي جبنا حراس جدد يبي يشوفهم يبي يشوف الخط الخلفي مجموعه جديده. طبعا تعرف ان الصعوبات هي موجوده في ظل توقف الدوري انك انت الاختيار انه هو حيكون صعب جدا، حاولنا احنا نختار مجموعه كبيره من المنتخب الاولمبي اللي هي معناها في الفتره الماضيه اللي يتفرج عليهم الكابتن خاصه في مباراه نيجيريا على ضوء التوجيهات احنا هذه اخذنا القائمه واخذنا اللاعبين طبعا مع المساعده المساعد المدرب زياد التومي والكابتن محمد البوسيفي. طيب كابتن اكرم، اليوم قائمه منتخبنا او مجموعه الرياضيين اغلبها مجموعه رياضيين شباب او مجموعه جديده، هل نقولوا خدمه الجهاز الفني للمنتخب الوطني اليوم اصبح مشروع طويل المدى؟ يا كابتن لو تسمع. عفوا عبد الرزاق ما سمعتكش باي. كابتن اكرم قلت لك اليوم قائمه منتخبنا واللاعبين اللي في التجمعات اغلبها لاعبين جديده، لاعبين من المنتخب الوطني الاولمبي واغلبها لاعبين يعني صغار في السن، هل هذا نعتبروه مشروع طويل الامد بالنسبه للقائمه المنتخب الوطني او للجهاز الفني للمنتخب؟ ولا هي حدث في السابق اخوي عبد الرزاق ان هي ممكن حتى الكابتن عادل الخمسي يعرف الشيء هذا، خاصه في فتره 78 صارت تدل توقف الدوري وان هم اختاروا منتخب لاعبين شباب اللي وقتها كان المدرب برادلي طبعا ونجحت الفكره هذيك، كان لاعبين معناها كانوا تعين مستقبل. انت في ظل توقف الدوري فتحاول انك انت معناها حتى باستشاره بعض المدربين، انا استشرت بعض المدربين من ضمنهم حتى الكابتن فرحات سالم، قال لي دائما وين يبدا توقف الدوري انك انت دائما تاخذ الصغير انه هو من المنتخب الاولمبي ممكن يكون منتخب المستقبل لاعبين شباب على الضوء. حتى هذه الاستاذ فوزي بنزرتي انه هو معناه اقتنع بالفكره هذه، خاصه توجيهنا يكون
انه هو من الشباب ولاعبين جدد يبي يشوف معناه مجموعه جديده ومع ضمن اللاعبين اللي هم المحترفين. طبعا هذا كموضوع ثاني ان احنا قعدنا بدينا نتابعه فيهم ودرنا لهم جدول اسبوعي للاعبين اللي هم دائما اللي ينشطوا في جميع الانديه في معناه في سواء في اوروبا وفي اسيا معناه او في اي معناه بلد احنا نتابعه فيهم كل اسبوع معناه. طيب ابقى معنا كابتن اكرم الهمالي. خلي نسال الكابتن عادل. كابتن عادل اليوم منتخبنا الوطني اصبح كانه يخدم في خدمه الانديه، خلينا نقولوا في كل مباراه او في كل رزنامه للمنتخب الوطني كانه يعد لموسم جديد. شوف اكرم انت تعرف وضع البلد الان، يعني في ناس معناها ننتسف حقيقه لما الناس تبدا يتكلموا على اتحاد كوره وعلى الدوري وعلى اني ننتسف امتى نعاتب اتحاد الكوره او نوجه له التهم او وزاره الشباب والرياضه او اللجنه الاولمبيه او طاقم تدريبي. يعني حتى لما كنت في اداره المنتخب نقول لهم يا ناس راه الوضع ماهوش وضع تونس ووضع مصر ووضع الجزائر اللي عندهم دوري وعندهم مسابقه الكاس ومسابقه الدوري والمشاركات الافريقيه والرياضيين ينشطوا من هنا. انا متاكد ان فوز بنزرتي ممكن الكابتن اكرم الهمالي شطرني الراي يستطيع ان المدرب من هنا يختار لو ما مشاش معاه عبده ياخذ اسامه، ما مشاش اسامه ياخذ زكريا. لكن الان المدرب قاعد في حيره من امره، هل ياخذ نفس المجموعه اللي هو راها فوز بنزرتي وصرح ان هي في بعض الرياضيين ما مشتش معاه، وهذا تصديق لكلام اكرم انه هو قاعد يبحث في خط الدفاع في حراسه المرمى، ام انه هو يمشي للتجديد؟ لو تقول شنو للتجديد نقول لك انا عبده في الفتره هذه يجب ان يخدم بخط متوازي بخطين متوازيين. كيف؟ انه هو يشد ناحيه التشبيب وفي نفس الوقت عندك مشاركه افريقيه مهمه، تصفيات كاس افريقيا لابد تلعب باللاعبين الجاهزين، ما قدرش نجيب لاعبين انا صغار الان شباب ولعبهم مثلا ضد تنزانيا، سمحني وسام ضد تنزانيا ولعبهم ضد غينيا ولعبهم ضد تونس، وانا نبي نترشح لكاس افريقيا وحظوظنا وافره حقيقه للامانه. فانا نقول لك عبده ان تحتاج انك انت ضروري تقولها للشارع الرياضي، بس الشارع الرياضي ما يبداش ينقوا عليك من اول مباراه مثلا، لان احنا لما انت الموضوع يحتاج لتدريجيه. محتاج انك انت كالسيد فوزي البنزرتي او اتحاد الكوره او الاستاذ اكرم الهمالي بارك الله فيهم يشرحوا هذه النقطه للشارع الليبي، لان الشارع الليبي بصراحه ما عنده الصبر، احنا لاحظنا عدم الصبر على ذلك. فلهذا ضروري تكون فيه يعني توعيه للشارع الليبي ان احنا راهو بنبنوا جيل المستقبل، راهو ما تعبوش علينا بنخسروا سنه واثنين وثلاثه، احنا عندنا خطه مستقبليه ثلاثه اربع سنين تشوف المنتخب هذا يكون ان شاء الله في الوجهه ويكون بوجهه مشرف. شوف فهمني اسامه هو الموضوع كيف صاير؟ باي كابتن عادل خليني نقول لك حاجه، انت بترد على اسامه لا مش برد على اسامه لا شويه بترد على اسامه باي بترد على اسامه في موضوع طريقه التجديد واليتها. خلي نمشوا الفاصل، جمع لي اهم معلوماتك حول الموضوع هذا وردك على اسامه. نمشوا لفاصل في التسعين كابتن عادل، حنمشوا الفاصل حترد عليه. نمشوا لي في التسعين عند فاصل قصير، خليكم على دبليو تي في ما تمشوش بعيد. رجعنا لكم من جديد في التسعين، معنا الكابتن عادل الخمسي وسام الفزاني محللي الدبليو تي في وايضا زكريا الهريش لاعبنا الدولي وايضا عبر الاقمار للحديث عن المنتخب الوطني الكابتن اكرم الهمالي. خلينا نرجع للكابتن عادل الخمسي اللي قصينا على فكرته شويه وكان هو اسامه في حديث حتى تحت الهواء. كابتن عادل اسامه قال ان الموضوع لازم يعلن ان المنتخب الوطني يحتاج لتجديد، احنا نحتاج للوقت، وقال لك في الاخير ان الجمهور ما يصبرش. أنا تكلمت يا عبده وقلت حتى في من ناحيه البطوله الدوري، أنا تمنيت داروا دوريات حتى للفئات السنيه في ليبيا وحتى على مستوى مثال البلديات، كل بلديه تدير دوري لان نحافظوا على الرياضيين الصغار السن والرياضيين الشباب. ولكن الان المنتخب الاول يا عبده ضروري يكون مستقل، معناه العالم كله يشتغل لك المنتخب الاول مستقل وتشتغل على التشبيب من الناحيه الاخرى، انك انت في فتره في ماركوس باكيتا في 2010 كان داير برنامج واضح قدم لجنه المنتخبات، كل ما يعسكر المنتخب الاول يعسكر معاه منتخب الشباب او منتخب الاولمبي. لماذا عبده؟ بحيث يكون دائما الدعم جاهز في حاله اي لاعب يغيب او لاعب مثلا ما لقاش البديل نتاعه يكون جاهز من منتخب الاولمبي او منتخب الشباب، وهذا العالم كله يشتغل بالطريقه هذه. ولكن انك انت الان تجدد منتخب بالكامل وتقول انا بنلعب بمنتخب التشبيب وبنعطي فكره للناس ما يصبروش عليك الناس، فانا ارى ان الكلام الحقيقه اللي قال لا توضيح لا واقعي شويه اسامه اسامه حترد عليه اسامه لان انا اشتغلت في المنتخب الليبي واكرم كلامه واقعي يا جماعه، لان الراجل قال لك ان احنا ما فيش دوري احنا ما زلنا نختاره وصعب يا اسامه في دوري متوقف احنا خدمنا في منتخب الشباب. قلت لك عادل بكري قلت لك طيب يا اسامه سامحني شويه كابتن عادل شويه بس خلينا نمشي لكره وبعدين نرجع. تفضل كابتن اكرم الهمالي نبي
نسألك اليوم المنتخب الوطني جمعتوه، اخترتوا اللاعبين بطريقة طلبها الكابتن فوزي البنزرتي، أيضا الفوزي طلب الكابتن فوزي طلب مجموعة من الأماكن أو المراكز اللي في الملعب اخترتوها. كابتن أكرم بنسألك الآن، متى سيرى فوزي البنزرتي هؤلاء اللاعبين؟ على شنو تعدوا فيهم؟ شنو المراكز أو الطرق اللي يبي فوزي البنزرتي تطبقوها؟ احنا طبعا الفكره مش نزيد نوضحها الكابتن عادل، مش معناه بدرجه ان هي درجه كبيره من ناحيه التشبيب، فعلا ان هو الوقت قصير جدا، وفي نفس الوقت احنا نربحه من الزاويتين، معناه ان هو يبي يشوف مجموعه جديده زي ما ذكرت لك، خاصه في خط الخلفي وخط حراسه المرمى بالدرجه الاولى، ويبي يشوف مجموعه معناه جديده. طبعا في اللاعبين الثانيين اللي ينشطوا اللي هم خارج ليبيا كلهم معنا نتابعوا فيهم زي ما حكيت لك، في كل اسبوع عندنا رزنامه يبعث لنا فيها معنا ايوب القبلاوي، دائما عندنا رزنامه الاسبوعيه كل لاعب ان هو قداش لعب واللي ما لعبش، كل الامور هذه نتابعوا فيها اسبوعيا من جهه، وخاصه اللاعبين المحليين يبي يشوف لاعبين جدد في المعسكر هذا اللي هو تو ان شاء الله يكون في الفتره هي القريبه القادمه، يبي يشوف مجموعه جديده لعل وعسى يشوف انه هو ممكن في لاعبين هم يقدروا يستطيعوا يكونوا لاعبين معناها يقدروا يكونوا موجودين في المنتخب الاول بالدرجه الاولى. كابتن اكرم، علاش التجمع ما كانش لكل اللاعبين؟ علاش ما كانش تجمع في مدينه واحده بين اللاعبين اللي متجمعين، سواء اللي شافهم الكابتن زياد التومي او مع حضرتك؟ طبعا علاش انا نقول لك شنو السبب، عندنا خاصه اللاعبين اللي ينشطوا مع نادي النصر ان هم يتزامنوا معنا مع وقت المشاركه معنا المعسكر، وقت توقيت المعسكر استبعدنا بعض اللاعبين هذو، حاولنا ان احنا نجيب معنا لاعبين اخرين لانهم مشغولين بالمشاركه الافريقيه، هذه من جانب. الجانب الثاني ان احنا حاولنا نشتغلوا من الجانب البدني على الاقل نوصلوا حتى بنسبه 40% ان هم مش يجوا في المعسكر على الاقل اكثر معنا احنا نقولوا جاهزيه، اللي على الاقل يدخلوا في المعسكر، لان تعرف المعسكر فيه مباراه وديه، ما تقدرش انت ترفع مع اللاعبين المعسكر مباشره، معناه يحتاجوا وقت ان هم حتى مش يقدروا يلعبوا مباريات الوديه ويقدروا يلعبوا في نسق، حاولنا احنا نربحوا الوقت ونسبقوا الوقت ان هم يخدموا من الجانب البدني. واعطانا الاستاذ معناه جلال هرقلي البرنامج اللي هو نعدوا فيه للاعبين في المجموعتين، المجموعه الاولى ومجموعه ثانيه في منطقه بنغازي، حاولنا ان احنا نسبقوا الوقت لاكثر ولا اقل معنا من الناحيه البدنيه، مش يكونوا في المعسكر ان هم اكثر يكونوا جاهزين. اللي فهمته منك كابتن اكرم ان انتم ما تبوش تظلموا لاعبين المحليين اللي لهم فتره متوقفين، وتبوا تمشوا يمشي يشوفهم الكابتن فوزي البنزرتي في حاله بدنيه جيده ويقدروا يقدموا الاداء اللي ممكن يقنعه في المعسكر القادم. بالضبط بالضبط اخوي عبد الرزاق. طيب بنسألك الآن، المحللين في الاستوديو تكلموا على الظروف وعلى الواقع، وكابتن عادل قال أن موضوع الانقسام الآن بالنسبة للتجمعات الزوز موجود، لكن نتكلموا الآن الظروف جزء من الواقع، كيف ممكن أنتوا تتعاملوا مع التجمعات هذه مع استمرار المنتخب؟ اليوم التعامل مع هؤلاء اللاعبين أصبح شيء مهم. طبعا هو الكلام اللي مش نقولوه ان احنا الفتره القادمه كل شيء يحتاج لوقت خوي عبد الرزاق، معناه انت شوف المدرب الاول حتى زي ما ذكر لك استاذ عادل والكابتن اسامه، راهو دائما كل شيء يحتاج لوقت، معناه حتى الكابتن فوزي بنزرتي، معناه حتى القائمه اللي خديناها معناه اللي هي الماضيه مش يكون عليه باينه حتى للجمهور الرياضي وللشارع الرياضي عامه، ان احنا راه اخترنا القائمه مع الاستاذ فوزي ان هو يبي يحتاج اللاعبين اللي لعبوا اخر مباريات اللي هي سابقه، رغم اني انا جبت معنا قائمه كانت موسعه، وقال لي استاذ فوزي ان احنا ما عادش عندنا وقت، نحتاجوا للاعبين اللي هم لعبوا اخر مباريات في المباريات اللي هي كانت اللي هي مباراه المغرب والنيجر والوديه والمباراه اللي هي كانت في الفيفا دي، وقال لي بعدها نبدو نصحوا ونشوفوا من اللي كان معنا اللي يقدر يلعب في المنتخب، وفعلا هذا ما حدث معنا، ان هو في بعض اللاعبين ان هم تفوقوا كانوا موجودين وواضحين ان هم عندهم شخصيه بتاع منتخب، وفي بعض اللاعبين معنا اخفقوا ما كانوش موفقين، وعليه ضوء الشيء هذا ان احنا قعدنا نختموا نتابعوا في كل اللاعبين اللي هم مش ما نظلموش، نحاولوا ننصفوا اغلب اللاعبين اللي ينشطوا لبرا،
وهذه من جانب، واللاعبين المحليين حتى هم يبي يشوفهم لربما لعسى ان هم يكونوا بعض اللاعبين يكونوا يقدروا يستطيعوا يلعبوا في المنتخب الاول. كابتن اكرم، في مجموعه من اللاعبين المحليين كانوا موجودين في مباراتي تونس وتنزانيا، الان لم يستدعوا للتجمع او للمعسكر الداخلي في ليبيا، هل هم الان نعتبروا ان هم خارج حسابات فوزي البنزرتي؟ مبدئيا خارج الحسابات معناه فوزي بنزرتي، لكن ليس بمعناه بفتره طويله، هو معناه ممكن اللاعبين اللي بيجوا معناه جدد ممكن يكونوا ميوافقوش، ممكن يكون يرجع لقرار الاول ويرجع اللاعبين، معناه الموضوع قائمه قاعده مفتوحه لكل اللاعبين. طيب ابقى معنا كابتن اكرم الهمالي المدرب المساعد لفوزي البنزرتي مدرب منتخبنا الوطني، خلينا نمشي ونشوفوا ماذا قال لاعبي المنتخب اللي متجمعين في طرابلس. زي ما تعرف ان الدوري واقف وضروري ان نرجع اللياقه، كنا كي بدايه اعداد بدني هروله، فاليوم ما بدينا يعني بشويه كاحساس بالكوره واحد، ان شاء الله في قادم المواعيد ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. واو قاعدين توا مستعدين، ما ان شاء الله ربي يوفقنا. نحب نشكر الطاقم الفني اللي اعطينا فينا الثقه، وان شاء الله نكون في حسن الثقه، وان شاء الله نشرفوا ليبيا افضل تمثيل ان شاء الله. معسكر داخلي الان في مدينه طرابلس، وان شاء الله الايامات القادمه معسكر خارجي مع الاستاذ فوزي. كابتن عادل، كانت هذه آراء لاعبين المنتخب الوطني اللي تدربوا في أرضية نادي الظهرة في طرابلس. كابتن عادل، اليوم المنتخب الوطني حسب ما فهمنا من الكابتن أكرم أنه هو يستعد للالتقاء بفوزي البنزرتي وأيضا لإقامة معسكر فعلي ومباريات ودية. لا شوف أكرم، عبدو طيب أنت وصلت لي المعلومة غلط، سمحني في الكلام هذا، ما عاد قلت لي في تجديد، ما طلع ما فيش تجديد المدرب اكرم الهمالي قال لك احنا لكن في لاعب كابتن عادل، لكن في لاعب في فرق بين التجديد والتشبيه، ما في فرق بين واغلب اللاعبين اللي متجمعين دوا لاعبين منتخب اولمبي، معناها هو يتكلم مش صغار السن يتكلم، قال ان المدرب فوز بنزرتي في بعض المراكز ما مشوش معانا، هو قال بنشوف رياضيين اخرين، اذا هذا ماهوش تشبيب، هذا اضافه لاعبين عبده، وان هم قد يكونوا في نفس العمر الرياضي اللي ينشطوا في المنتخب. هم اللاعبين يا عادل اللي موجودين الان اغلبهم لاعبي المنتخب الاولمبي، ولو جينا لاعبين حتى اللي شفناهم توا في الاستطلاع اغلبهم لاعبين كانوا في المنتخب الاولمبي اول مره يستدعوهم. حسب ما فهمت مكر ماهوش تشبيب ولا تجديد، اوكي هذا خيار المنتخب، لكن الاغلبيه من المنتخب الاولمبي سمعت هم اختاروا الاغلبيه جابوهم من المنتخب الاولمبي، هذاك شيء ثاني، ولكن في فكر فوز البنزرتي ماهوش تشبيب او تجديد المنتخب الليبي والاعتماد على الشباب زي ما كانت معناها كنت ما فهمتني. فاكرم وضح الان الصوره، لعل وعسى نقولوا انه هو ممكن في قلب الدفاع كان يحتاج لزوز ثلاثه لاعبين اختيارات اخرى، ممكن في راس الحربه، ممكن في حراسه المرمى، ممكن في الظهيرين. فانا نتكلم عبده الان نقول ان اغلب لاعبين الان اللي يلعبوا في المنتخب الليبي اساسيين، لو نحي منهم ثلاثه اربعه رياضيين يجتوا بشكل اساسي، البقيه اين هم عبده؟ حتى المحترفين نتكلم على سند يلعب مع الرجاء، حمد الهوني يلعب اساسي مع الترجي الرياضي التونسي، نتكلم عليه علي معتوق يلعب اساسي مع الملعب التونسي، بقيه اللاعبين ما ممكن يكون معتصم المسرات حتى مويد اللافي. طيب مويد اللافي خمس لاعبين، سمح دقيقه عبد، طيب خمس لاعبين معناها من 23 لاعب خمس لاعبين يلعبوا اساسيين، اذا فوز البنزرتي لما بيدير تجمع هي عندي الكل. طيب خلينا نسال اسامه عشان جزء من الرياضيين. اسامه عشان عندك في الموضوع. انا بنقول يعني هي زي ما قال الكابتن عادل، هي سياسه تشبيب بالمعنى انت الصريح، لكن لا لا الكابتن اكرم الهمالي قال اضافه بعض اللاعبين وشفنا بعض المراكز معينه، هي حراسه المرمى بالاضافه الى قلب الدفاع، يعني إضافة بعض اللاعبين على اللاعبين الموجودين. وإحنا هنا قصدي سياسة المنتخب مفروض عبده المفروض تقام من توا، أنت عارف ظرف بلادك إحنا تكلمنا عليه بشكل كبير، وقلنا الطاقم الفني يخدم في الظروف هذه بصراحة ما بعد يمر بظروف يعني بقى لربي، لكن عبده المشكلة مش في الطاقم الفني والإداري، المشكلة في اتحاد الكرة، أنت كيفية تدير برنامج كويس أو روزنامة تساعد بها الطاقم الفني. مرات أنا مدرب عبده، لكن في الظرف الحالي لما لقاش مثلا الاتحاد الكرة يوقف معي بشكل صحيح، ما ينظمليش مباراة قوية، تو أنا مرات يديروا معسكر في المنستير، تجيب لي نلعب مثلا مع فريق اتحاد الشرطة،
يعني ما تجيش ضروري دير لي مباراه مع منتخب الكاميرون الاول ونفرض مباراه ثانيه مع منتخب تونس الاول نلعب لها مباراه وحتى نخسر اثنين وثلاثه واربعه لكن نوقف هنا نشد الجرح يا عبدو نوقف عليه الاخطاء نتاعي نوقف عليه اللياقه البدنيه نتاعي لانني يعني عارف روحي ما عنديش دوري وما عنديش اي امكانيه اي او اي وسيله او امتحان حقيقي باش انا نجرب فيه لاعبيني لكن نكثر من المباريات الوديه الحقيقيه عبدو ما يلعبولكش يا اسامه ممكن محترفين على مستوى عالي ويبوا فلوس ويلعبوا في فيفا سامحني دقيقه ويبوا ياخذوا سامحني ويلعبوا مع المنتخبات اللي اقوى منهم في التصنيف لان في حاجه اسمها تصنيف لما يلعب مع اقل مني صحيح. ويربحني ويتعادل معي التصنيف ينزل لكن فنحاول مثلا الكاميرون تلعب على الارجنتين غانا ممكن تلعب مع نيجي مع البرازيل كلام سليم ايوه معناها استاذ عادل احنا برك بينا المره دي انت ممكن منتخب غينيا احنا الان من مرات في بعض الاحيان نستهزئ به وحنا اللي بين اخر ناس في كره القدم حتى الخليج اللي قبل ممكن الكره ما يعرفهاش بشكل جيد لا العالم تطور جدا في كره القدم فالان احنا نقول لمنتخب ليبيا مباراه وديه يقولك تو نرد عليكم عشان نرد معناها عادل احنا نجو هنا لنفس المشكله اللي هي ضروري من اقامه دوري ليبي طيب اسامه ما نبوش نرجعوا لنفس الموضوع لا ضروري لا اقامه لا الدوري كلام مهم عادل سليم اقامه الدوري مهم خلي نسال زكريا زكريا انت دربت مع فوزي البنزرتي في التجمع للمنتخب الاخير اجواء المنتخب كيف كانت مع الكابتن فوزي؟ والله اجواء كانت ممتازه ومدرب يعني كبير عنده التكتيك يخدم عليه والتكتيك يعني ممكن صعب يطبقه في المباريات الاولى بس واضح يعني واضح انه يعني تكتيكيا قوي وان شاء الله يعني يبان في المباريات القادمه ان شاء الله. طيب انت كنت واحد من اللاعبين الشباب اللي موجودين في المنتخب فوزي البنزرتي وتعامله مع اللاعبين الشباب والصغار في السن. والله كان يعني ممتاز يعني استاذ فوزي البنزرتي يعني مدرب كبير ويعني وان شاء الله نستنفعوا منه يعني. طيب خلينا نرجع للكابتن اكرم الهمالي مساعد المنتخب الوطني من طرابلس. كابتن اكرم الناس تسال الان على التجمع اللي بنتكلموا عليه ارسال افكار المدرب على بعد يعني كيف ممكن انتم توصلوها للاعبين اقل ما فيها تمهيدا لتواجده معاهم في الفتره القادمه. ما فهمتكش بالضبط شنو تقصد يا عبد الرزاق. قلت لك آلية التواصل مع فوزي البنزرتي، كيف ممكن توصلوا أفكار فوزي البنزرتي للاعبين في هذه الفترة؟ اللاعبين اللي توا في المعسكر ولا اللي في المعسكر اللي في طرابلس ايه 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 بالضبط يعني نخدم على أفكار معنا الكابتن فوزي البنزرتي حتى زكريا معنا كان حاضر معنا طبعا نشتغل على الافكار استاذ فوزي بنزرتي وبدات معنا حتى في الامور الجوانب الفنيه واللي يحتاجها المدرب معنا بدات في الشغل هذا وشيء طبيعي نحن لازم نحاولوا نمهدوا للاعبين ارسال طريقه الكابتن فوزي بنزرتي في التدريبات هذه حتى يجوا معنا سواء من الناحيه البدنيه وسواء من الناحيه الفنيه والتكتيكيه بدات معنا في الشغل هذا لارسال المعلومه بتاع الكابتن فوزي بنزرتي. طيب كابتن اكرم اليوم احنا نقولوا اكرم الهمالي موجود في ليبيا هو عين فوزي البنزرتي هو المسؤول الان على المنتخب الوطني في ظل عدم اقامه المعسكر حتى هذه الفتره، الان كيف تقيم انت في الوضعيه؟ هل نقدر احنا ما زال ننافسه؟ هل ممكن حظوظنا في انشاء منتخب مع وجود كميه كبيره من اللاعبين المحترفين ما زالت حظوظنا كبيره في الاستحقاقات القادمه قبل التجمع؟ أنا نتصور معنا بعض النتائج اللي خاصة معنا اللي صارت في مباراة تونس وتنزانيا أكيد معنا أدرك ذلك معنا الكابتن فوزي وعرف أن هي معنا بعض السلبيات وبعض الإيجابيات وحاولنا معنا حتى احنا ونتابعوا في بعض اللاعبين معنا في أشياء كويسة من بعض اللاعبين اللي هم ينشطوا لبرا هذا شيء معنا يعتبر إيجابي فنحاولوا نحن معنا نستفيدوا من الأخطاء الماضي نحاولوا نحن تعرف انت تشوف انت في الظروف فعلا هي صعبه جدا سواء على الطاقم الفني او الاتحاد الكوره وحتى معنا تكلمتوا حضرتكم معنا على الامور اللي هي نعانوا فيها وصعوبه المهمه والدوري متوقف والاشياء هذه تعودنا عليها ونحاولوا نحن دائما نكونوا معنا نجتهدوا ونحاولوا نحن دائما نتفائلوا خير معنا في الفتره القادمه والشيء هذا ما يجيش بالسهل اخوي عبد الرزاق نحاولوا نحن راهو نشتغلوا ونجتهدوا في كل معنا الاطراف كلها تجتهد وكلها تخدم ونحاولوا نحن نوصلوا
خاصة في التصفيات معنا الأفريقية هذه إن شاء الله معنا نقدموا أداء كويس ونحاولوا نحن نترشحوا للبطولة الأفريقية. طيب نشكر الكابتن أكرم وخليك معنا خليك معنا. خلي نمشي ونشوفوا أراء الشارع الرياضي عن كيفية ممكن أن المنتخب الوطني يستعد في الفترة القادمة. أراء ومن ثم نعود. نشوف فيها أنا يعني تجمعين أو ثلاثة بالنسبة للرياضيين بحيث أن يكونوا الرياضيين جاهزين لما يتم الاختيار الأسماء الأخيرة. طبعا يكونوا الرياضيين حتى أقل شيء جاهزين بدنيا. حتى قسمت الفريق اثنين حتكون المنظومة ناقصة والشغل ناقص وما تعرف شنو اللي ناقصك أنت كمدرب وما تعرف شنو حتى اللعيب اللي واقف عليه أنت شنو عنده إصابة عنده ناقص بدنيا كذا يتمرن على بعد 1000 كيلو عليك فيجب وضع معسكر خارجي هذا هو الحل الوحيد. أعتقد أنها فكرة إيجابية جدا وتكليف زوز مدربين اللي هو أكرم الهمالي وزياد التومي واعتبر خطوة للاطلاع على إمكانيات اللاعبين المحليين خاصة في رغم التوقف ولكن ليست كافية. الطريقة الحالية ربما هي الأفضل التي نراها الآن من خلال اختيار مجموعتين في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية خصوصا في ظل عجز اتحاد الكرة على تجميع اللاعبين في مدينة واحدة. برأي شخصي ان المنتخب يتجمع في دولة عربية يعني سواء في تونس او في مصر التجمع يكون يضم اللاعبين الجميعين يعني جميعا المحليين والمحترفين انك 5 لاعبين في طرابلس ولا 5 لاعبين في بنغازي خاصة للمحليين وبعدين بتتفق باللاعبين المحترفين انت ما بكي ما قدمت شيء يعني في لاعبين تو تم اختيارهم قاعدوا اسماء بس لكن الجهازيه بتاعهم الفنيه في اللي ما هو جاهز. طبعا هذه كانت اراء الوسط الرياضي وبعضهم شخصياته كده نعرفوهم في الوسط الرياضي واسماء معروفه. خلينا نسال الكابتن عادل طبعا بعض تساؤلات الشارع الرياضي جاوب عليها الكابتن عادل. الكابتن عادل اليوم نقوله ايجاد شيء ايجابي هو شيء سهل ولا نقوله يتبقى مجرد محاولات ان احنا نطلع من هذه الازمه الموجوده؟ شوف يا عبد الرزاق احنا تكلمنا وحتى لما كنت مدير منتخب ولما نتكلم يقولوا عادل الخمسي غير يدور في العذر لنفسه وللطاقم مش هيك يا عبد الرزاق. الان الناس راهو في محرقه تشوف فيه راهو الطاقم الفني واتحاد الكره في محرقه في ناس معناها حتى شو بنقول لك معناها يقول لك ما يطلبوا في المستحيل معناها يجي الاتحاد الكره يقول لي دير لي برنامج تي منتخب المانيا ممكن ما يديلكش برنامج 15 سنه معناها يجي الاتحاد الكره اللي يبي منا برنامج لي 5 و10 سنين والمشكله نسمع فيه ما في بعض سامحني من اعلاميين ورياضيين قدامى معناها نقول لهم تعالوا اخذ منتم في اتحاد الكره وطورونا فيه مش في 10 سنين خذوا 50 عام عرفت. انا صعب احنا دوري متوقف يا عبدو ما تشوف قدامك في الاوضاع في ليبيا المدرب في تونس المساعد في ليبيا المساعد الثاني مش عارف وين مدرب ظروف صعبه صح قصدي ظروف صعبه واتحاد الكوره ما يتجمعش يا عبد الرزاق الان ممكن بالاربع خمس شهور ما يتجمعش مع بعضه ما يقدرش يلبي اي حاجه خلينا نتكلموا والمال قوام الاعمال المال ماهوش موجود وسمعنا احنا حتى الان في بعض الامور ممكن الاتحاد الكوره يخليها عند وزاره الرياضه هي اللي تتكفل بمصاريف المنتخب الليبي اذا ما كيف نطالبوا من اتحاد الكره ونطالبوا من المنتخب ونطالبوا من اللاعبين احنا راه نقول لك يا عبدو لما نيه منتخب ليبيا لما نتعادلوا في مباراه او نفوزوا في مباراه افريقيه مفروض نقولوا للاولاد بارك الله فيكم وهذا وقدمتم عليكم ولكن الان احنا نتكلموا كان احنا بلادنا معناها من احسن الدول في كره القدم يتعادلوا حتى مباراه ليش تعادلتوا واتحاد الكره وين وزاره الرياضه وتبدا الفوضى وبالذات انا نقول لك في حاجه انا مش مقتنع بها يقول لك العولمه معناها كل واحد بدا يفتي بروحه في الفيسبوك وكل واحد وفي الكره عرفها توا معناها بالستلايت لما طلعت الستلايت عرف كره القدم معناها وبدا يتكلم على كره القدم مع احترامي للرياضيين القدامى وللاعلاميين المخضرمين اللي يتكلموا بواقعيه عبده فانا ديما نبي نتكلم ايجابي ما نبيش نتكلم سلبي الان كنا مع المنتخب يا عبد الرزاق ما نجوش نبدا نصطادوا في الملعب ونبدا نقولوا لا وين اتحاد الكوره وين المدرب وين اكرم الهمالي لا تو كنا مع اكرم الهمالي كنا مع فوزي البنزرتي كنا مع المنتخب الليبي كنا مع اتحاد الكوره حتى نتاهل لكاس افريقيا وبعد تمام. كاس افريقيا عبده بعدين نشوفه ونصلحوا ايش الاخطاء اللي طلعنا فيها تمام كابتن عادل وصلت الفكره خلينا نمشوا لاراء العولمه زي ما قال كابتن عادل والناس اللي جاوبت على الفيسبوك عليه تساؤل اللي طرحتها صفحه الدبليو تي في ونشوفوا شن قالوا. الناس جاوبت في راس حيدر قال بإجراء عدد من المعسكرات واستعداد أكبر في من اللاعبين المحليين وإجراء المباريات الودية مع منتخبات أفريقية وآسيوية
معروفة. طبعا أحمد الشريف قال معسكرات تدريبية داخلية باستمرار على مدار العام للاعبين المحليين بالإضافة لمعسكرات خارجية. محمد صايح قال معسكرات مكثفة بأكبر عدد من اللاعبين المحليين بالإضافة لمباريات ودية مكثفة مع أندية خارجية. أيضا في واحد قال لاحظت أن أغلب اللي علقوا مش دايرين حساب للدوري الممتاز. طبعا خلينا نرجع للكابتن أكرم الهمالي عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس. كابتن أكرم، سؤالي ليك الآن هو كيف نقدر نقوله أن اللاعبين المحليين أو اللي موجودين في التجمعات الآن إيمانهم بأنهم جزء من المنتخب، وخاصة أنا نعرفه في الفترة الأخيرة أكبر عماد للمنتخب كان من اللاعبين المحترفين. طبعا اللاعبين المحليين لازم تعرف ان حتى هم صحيح انهم ما ينشطوش في دوري وفي صعوبات كبيره، لكن ما تنساش ان هم عندهم هدف ان هم يبوا يحاولوا ان هم يقتلعوا، معناه يحصلوا ان هم مكان في المنتخب الاول، عندهم معناه الروح هذه. ممكن الشيء هذا ممكن يساعدهم، خاصه الاستاذ فوزي بن زرتي معناه ما يعرفش اللاعبين، يبي يتعرف على لاعبين جدد ويعرفوا ان هم، انا حفزتهم على الامور هذه ان هم يعطوا ما عندهم في المعسكر القادم، ان هم يوروا وجه مشرف كلاعبين منتخب ليبيا، وخاصه اللاعبين اللي زي ما قلت حتى تو اللاعبين منتخب الاولمبي ما عادش فيه، اصبحوا شباب، لاعب ممكن يوصل ل 20 سنه خلاص، انه هو خاصه اللاعبين اللي نعرفهم انا حتى هذا من ضمن مثل بعض اللاعبين مثل او يعرف حتى زكريا الهريش وعلاء كجدار والغنيمي وجدور وبعض اللاعبين ادم وسام البدوي كلهم وعبد الله بلعم كانوا اكثر فوق ال 15 مباراه من كل لاعبين مع المنتخب الشباب او سواء منتخب اللي تحت 17 سنه. فاعتقد انهم عندهم الخبره على الاقل، نقولوا احنا الدوليه اللي من خاصه في المنتخب الشباب. وشفت انت حتى مستوى بلعم في المباراه الاخيره انه هو تشوف انه هو كان اللاعب معناه طيب دخل في المجموعه مباشره، وانه هو استطاع انه يكون مدرب للاعبين. فاعتقد ان هي اللاعبين هادم عندهم حافز. كابتن اكرم، نبي نسالك على نبي نسالك طبعا على السؤال الاخير على المستقبل الفتره الجايه، شنو متطلباتكم باختصار وشنو اللي تنتظروا فيه من اتحاد الكوره؟ كيف كابتن سامحني؟ قلت لك بنسألك على المستقبل، شن تنتظروا من اتحاد الكرة وأيضا شن اللي تخدموا عليه في المستقبل، هل في معسكرات ومباريات ودية أو كيف رؤيتك أنت للمستقبل؟ أكيد احنا تو احنا بنخدموا على في برمجة معسكرات اللي هي في الفترة القريبة هذه القادمة، والاتحاد الكرة سعي بالشيء هذا أنه هو بيقدم على معسكرات في خلال اليومين هادم. توضح عدة أمور خاصة في تغيير إن هي تصفيات كأس أفريقيا، سمعت إن هي ممكن تتغير بتصفيات كأس العالم، ممكن تكون في شهر 3 أو في شهر 4، وتصفيات كأس العالم ترحل إلى شهر 8 أو شهر 9. فهذه في أشياء جديدة على ضوها إن احنا ندعو رزنامة للفترة القادمة إن شاء الله. شكرا للكابتن أكرم الهمالي المدرب المساعد الكابتن فوزي البنزرتي مدرب منتخبنا الوطني، أكيد نشكرك على رحابة صدرك، وأكيد المهمة صعبة الآن تقوم بها تجميع عدد من اللاعبين في طرابلس، وأكيد نتمنى لك التوفيق في مثل هذه الظروف. خلي نرجع لأسامة. أسامة، مجموعة من الآراء الآن طرحناها، شنو اللي طلعت به أنت من هذه الحوار الطويل اللي مع الكابتن أكرم وأيضا الكابتن عادل؟ والله بالنسبة لي عبده، بالنسبة لي يعني على رأيي الشخصي، لو احنا حابين نقد الكره الليبيه بصراحه ضروري من اقامه الدوري، لان احنا كلنا قاعدين نقولوا فيه راه ندوروا في نفس الحلقه المفرغه. بالنسبه لمنتخب ليبيا وبالنسبه لاي شيء، يعني احنا بنقول لك نفس النهايه لكن الفرق في العنوان يا عبد. منتخب ليبيا نفس النهايه، غير 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 العنوان بيختلف. لو احنا بنقول الظروف وبنشكو ما فيش اي حل الا لما احنا نوقف وقفه جاده نديروا دوري، لان عبده اول شيء الدوري زي ما قلنا تشوف رياضيك ويعطي محك حقيقي، وبعدين كل اللاعبين تشوفهم ويشوف المدرب المنتخب. فهمتك أسامة، مشكلتك ديما هي إقامة الدوري وأن المدرب يشوف الرياضيين. أفضل شيء عبده، راه ما يكذب عليك حد، أفضل شيء إقامة الدوري. طيب خلينا نسأل زكريا. علاش معليش حتى باش المنتخب ليبيا باختصار معش عندنا باختصار شديد الرياضة دبلوماسية الشعوب الحديثة باش الناس تعرفنا 100% ضروري ما نكونوا. زكريا أنت الآن كلاعب كيف تشوف وضع المنتخب الوطني وحظوظنا في المجموعة اللي فيها تونس وتنزانيا؟ والله تعتبر حظوظ كويسة توا، لأن يعني خطينا يعني المباراة الأخيرة الحمد لله وجبنا 3 نقاط
تعتبر كويسه يعني باذن الله باذن الله متاهلين شوف يعني، لكن ان شاء الله بالمعسكرات وبالمباريات الوديه القويه نكونوا جاهزين باذن الله ونتاهلوا للكان ان شاء الله. طيب طيب خلينا نمشوا لاندار واللي هو اكيد اندار او تحضير يقدمه ضيوفنا لقضيتنا لليوم. كابتن عادل عندك 30 ثانيه موجودين على الشاشه، رساله توجهها او تحذير او اندار للمسؤولين والجهاز الفني. لا هذا 30 ثانيه نقول لكم انتم على ضروري تكونوا مستعدين وما تستهينوش بمباراه غينيا وتنزانيا، الحظوظ وافره للدخول لكاس التاهل لكاس افريقيا، وهذا حقيقه مطمع الشارع الليبي، معنى انه هو يبي يتاهل لكاس افريقيا يعني اولا. طيب اخذت اقل من 30 ثانيه كابتن عادل. ما انت ديما تقول انت وسامش 30 ثانيه تحذير للجهاز الفني وايضا لاتحاد الكره من الفتره القادمه. وقفه جاده، وقفه جاده للكره الليبيه، وضع كل الخطط وتضليل كل الصعاب باش اقل شيء الكره الليبيه والنهوض بالكره الليبيه والنهوض والرقي بالرياض الليبي وبكل الانشطه الموجوده في ليبيا. شكرا اسامه. زكريا ما يدويش هلبه، مش حنقول له 30 ثانيه اصلا، لكن نبو رساله للمسؤولين وايضا للجهاز الفني وزملائك حتى هم اللاعبين، لان المنتخب الفتره هذه عنده مجموعه من الاستحقاقات المهمه. والله ان شاء الله نكون يد واحده يعني مع الطاقم الفني والطاقم التدريبي والاتحاد الكوره والجماهير وكل شيء، ان شاء الله لكل الهدف واحد هو التاهل للكان ان شاء الله. اكيد شكرا لزكريا الهريش وايضا اسامه الفزاني ومحللنا اكيد المتميز دائما عادل الخمسي عندما يدوي عادل في الموضوع اكيد في الحلقه القادمه. شكرا ايضا لمشاهدينا الكرام في برنامج في التسعين، نلتقي يوم الخميس القادم، الى اللقاء.